الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تحية الإخوان والأخوات الفلاحين والفلاحات لكي يتابعونا، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة هذه لاربي كوين ولاربو سانا ديال يعني حاليا يعني جديدة ديال هذا العام، يلا وصلت دروك تقريبا الطول ديالها من 20 حتى 28 سنتيم حتى 30 سنتيم. كاين جوج انواع ديال السلعه ديال الاربي كوين والاربوسانا، كاينه ديال الساشيات اللي كتشاهدوا، وكاينه ديال لا تورب، كاينه ديال الساشيه وديال لا تورب. الطول ديالها من 20 سنتيم والفوق، من 20 حتى 30 سنتيم، 28 سنتيم ديال هاد العام. الاخوان اللي خاصاه الاربي كوين والاربوسانا وحتى البلديه كاينه طويله شويه، نيت كاينه تقريبا شي 50 60 سنتيم حوزيه. وبالنسبه للاربي كوين والاربوسانا راه كاينه ديال التورب وكاينه ديال الساشيه. ديك ديال التورب راه زايده واحد شويه ديال الثمن على الساشيه. اخوان اللي خصو النقله يتواصل معنا، واللي ما جاوبناش في اتصال يخلينا اوديو ان شاء الله نجاوبو، حيت الوقت كل وقت فين كتصيب انسان، وبعض الاحيان ما تيكونش الريزو، بعض الاحيان تيكون التليفون ساكت. المهم الاوديو راه كيبقى ماركي، اتصال عادي الا ما جاوبناش يخلي اوديو ان شاء الله راه نجاوبو ان شاء الله. واللي خاصه النقله حاليا راه موجوده من 20 سنتيم حتى 28 27 سنتيم، راه موجودة في جوج، في لا تورب وفي ساشية. وبالنسبة لشنو اخرين راه مازالوا باقيين معطلين، ان شاء الله غادي تكون السلعة كلها ان شاء الله موجودة في شهر تسعود، يعني كاع انواع ديال الزيتون غادي تكون كلها موجودة، بحال الكورونيكي وحال سميتو غادي يكونوا ان شاء الله في شهر تسعود يكونوا موجودين، ويكونوا بواحد يعني طوال شويه، تكون الطول ديالها تكون ديك 50 سنتيم 60 سنتيم، غتكون ان شاء الله شهر تسعود ان شاء الله بحول الله مع قوته. وبالنسبه حاليا راه موجوده الاربي كوين والاربوسانا البلديه، هادو راه كاع موجودين حاليا. هادي راه الاربوسانا هادي. والسلام عليكم ورحمه الله، والى ان القاكم في فيديو جديد ان شاء الله. بالنسبه للمنطقه راه النواحي ديال العطاويه يعني بالضبط زمران الاربي كوين هادي، وانسان اللي لا ما عرفش حيت لوكاليزاسيون راه كتكون بعض المرات كتكون خاطئه شويه، ما كتديكش العين المكان شي حاجه اخرى قريبه ليها. انسان يجي غير العطاويه يتواصل بيا شي حاجه اخرى ويعلمني قبل كاع، وقبل ما يجي يعلمني بان باغي يجي باش نضبط معاه الوقت، يعني باش نتسناه، يعني ماشي حتى توصل عاد تصل قدر ما نكونش ولا شي حاجه. لوكاليزاسيون كتعطيك شي طرقان غير معبده، يعني طرقان يعني مصحاحش. ايوا ان شاء الله اللي بغى مثلا خصو نقله ولا شي وبغى يجي يعلمني قبل بنهار، نهار قلب يعلمني باش يتواصل معايا ان شاء الله، وننتظر في الموعد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بالنسبه للثمن ما كنبغيش نذكر الاثمنه، حيت الاثمنه ما كتكونش ثابته، وبعد كتلوح واحد الفيديو وكتدوز عليه عام كيقول لك راه ذكرتي لينا الثمن، ذكرتو شي في شي وقات، ولكن الفيديو عنده عامين وكيقول لك السيد راك ذكرتي لينا الثمن وقلتي لنا قايل في الفيديو لهذا ما بغاش نذكرو الثمن، لان الثمن كيبقى حيد في هذيك الساعه وكتفهمها وهادشي اللي كاين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى ان نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم. شوف هذه واش عامر؟ هذه ديال لا تورب كتغرس في داك البلاطو الصغير. ايوه واه كتجي زوين. التورب كتجي مليح. وما كيكونش فيها، ما كتكونش فيها المانكا. اييه. هذا زوينه.